الحمد لله، بدأ ترتيب العام الدراسي من الشهر التاسع تقريبا. في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها مناطق سوريا المحررة وبلادنا كاملة، والحمد لله استطعنا افتتاح بعض المدارس وترميم البعض الآخر، ولكن نعاني صعوبة كبيرة في هذا المجال. واللافت للانتباه هذا الشعب الحي الذي رغم هذه الظروف الصعبة لا زال يوجد إقبال كبير جدا على التعليم. تم افتتاح أغلب المدارس في الريف الشمالي، ولكن هناك بعض المعاناة من المدارس، حيث تم قصف المدارس وخاصة بشكل كبير جدا من قبل النظام، فقام بتخريب المدارس بكميات كبيرة. وقمنا بالحمد انه بتجميع المدارس التي لم تقصف، فجمعنا الطلاب في هذه المدارس وتم توزيع المدرسين على المدارس. لكن هناك بعض الصعوبات التي تعاني منها المدارس، فمن هذه الصعوبات الكتاب المدرسي، حيث لاحظنا ان هناك عدم توفر الفصل الاول في بعض الكتب المدرسيه التي تم توزيعها على الطلاب، وخاصه بالنسبه لطلاب الصف الاول الابتدائي، حيث لا يوجد الفصل الاول في نسخ الطلاب التي يتم توزيعها. ولاحظنا ان هناك عباره عن صعوبات بالنسبه للمدرسين والمعلمين، فلاحظنا عندما قمنا بتكليف المعلمين في العام الماضي ان هناك عباره عن صعوبات كبيره جدا، حيث تم توزيع مبلغ زهيد جدا لا يليق بعطائه للمعلم، 5000 ليره بالفصل الاول، وهناك دفعتين 5000 في الفصل الثاني، وهذا لا يليق باعطاء الراتب للمتطوع او المعلم، فهناك تقصير كبير جدا من وزاره التربيه، حيث لم تقم باي مجهود من اجل يعني اغناء او من اجل اعطاء المعلم حقه في التعليم. بينما لاحظنا بعض الدوائر كالشرطه وغيرها بنلاحظ تم توزيع لها مبالغ، بنلاحظ هذا لا تليق بالنسبه للمعلمين. باسمي وباسم المعلمين في الداخل السوري وبالاخص في المناطق الشماليه من ريف حلب المحرر، القسم الاكبر منا تم قطع راتبه منذ عامين ولم يتكفل أحد بمصدر رزق لهؤلاء المعلمين الذين تم قطع رواتبهم. لذا نتوجه إلى وزارة التربية في الحكومة المؤقتة بالنظر بعين الاعتبار إلى وضع المعلمين المقطوعي الراتب والمتطوعين في الداخل السوري لحفظ بعض ماء الوجه لهؤلاء المعلمين وتأمين مستلزمات المدارس من قرطاسية ومقاعد وغير ذلك. تم بفضل الله تعالى افتتاح معهد لدار المعلمين وأعداد المدرسين في الريف الشمالي لمحافظة حلب، وذلك للحاجة الماسة له، ولكن المعهد ما يزال حتى الآن دون أي دعم من الوزارة، وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة. فنرجو من الحكومة المؤقتة وزارة التربية والجهات الداعمة مد يد العون بسبب التكاليف المرتفعة وخاصة أجور الكادر التدريسي، وهم من الاختصاصات العليا، نحتاج إلى رواتب لهم. وشكرا جزيلا لكم.